حياكم الله دكتور الأمين. في الحلقة الماضية تركناك وأنت في المدرسة الأولية أو المدرسة الابتدائية. أنت كنت في المدرسة الابتدائية تقريبا من عام 1946 إلى عام 1950، بعدين دخلت المرحلة التي بعدها اللي هي مرحلة المدرسة المتوسطة. نعم. تقريبا هذه كانت أيضا في شندي. في شندي نعم. هذه المدرسة المتوسطة كانت في مدرسة حكومية واحدة تأخذ 40 طالب. بعدين صار الوعي بالتعليم والمدارس الأولية كثيرة، فأهالي شندي والتجار لاحظوا أنه 40 هذه ما كافية، بيرجعوا عدد كبير، فجمعوا وعملوا حاجة اسمها شندي الأهلية. في شندي الأميرية وشندي الأهلية، فبدأ التعليم يأخذ بدل 40 80. نحن كنا في شندي الأهلية، هذه أهلية يعني مش تابعة للحكومة، مش تابعة للحكومة، لكن السيلابس وغيره، لكن المباني والتكلفة ومرتبات كلها على الأهالي. كأنها وقف. كأنها وقف نعم. قبل ما ننتهي أو مع انتهانا مع المدى من الأولية، وكنا نأتي قلنا في المولد الاحتفال كبير، زاوية التجانية والختمية والقادرية، في حاجة اسمها زاوية أو خيمة الحكومة. خيمة الحكومة هذه كان بيجي مفتش المركز الإنجليزي فيلوس وناس يتكلموا عن يعني أشبه إلى ما يحدث الآن، يعني العلماء ومشبه المتعلمين يتكلموا، كل واحد يلقي كلمة عن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكده وكده. يعني هذا برعاية السلطات، مع السلطات، السلطات هي الإنجليز، هي الإنجليز. في يوم من الأيام أحد مدرسين في المدرسة الأولية الله يرحمه اسمه عبد الله الحسن، وفيما بعد درس الحقوق وصار محامي، فجاء تكلم وألقى قصيدة. فالقصيدة هذه أنا أذكر منها الآن، يقول: ليلة الميلاد عودي على الإسلام والإسلام حر، ليلة الميلاد أعيدي علينا ذكر من ما هزموا وما فروا، أعيدي ذكر من قهروا الأعادي وطويلة، رسول الله أدركنا سريعا فإن الدين قد مساه كسره، رسول الله إلا قد ولينا بقوم وعدهم، يقصد الإنجليزي، مين وغدره. والإنجليزي جالس، والإنجليزي جالس ويعرف عربي. فالناس تجمعوا وحصلت هيجة كبيرة جدا، اعتقلوه الجماهير هذه خرجت من مولد ذهبت. فهو في الليل جمع الأعيان وقالوا لازم تطلق سراحه، قالوا هذا أسأل الحكومة، قالوا لا، إذا ما أطلقت سراحه القصة هذه هتكبر. فعلا ثاني يوم أطلقوا سراحه، لكن الجزوة الخامدة هذه ابتدت. والله فدائي هذا أنه تجرأ. وجينا نحن للوسطى وفي الجودة، الجودة في الوسطى حقيقة شندي كانت تغلي سياسيا، حزب اتحادي، حزب شيوعي، حزب شيوعي زمن ذاك في البداية بتاعته، لكن النشرات كانت تصل. كان من ضمن الأشياء اللي حصلت ونحن في الوسطى، جاء ماري بشندي الرجل الثاني في الحزب الاتحادي. البلد كانت مقسومة لحزبين، حزب الاتحاد اللي هو المرغني، الحزب الاتحاد الديمقراطي اللي هو اللي عايز الوحدة مع مصر، والثاني حزب الأمة اللي هو عايز الاستقلال، استقلال السودان من مصر ولا أنا. وحزب الأمة طبعا زي ما ذكر السيد عبد الرحمن ما بعايل لمصر، إنه الحكام هو اللي غزوه، أي حاجة مصر خلاص هو اللي هدد دولته يعني. ثم إنه في سنة 24 تحول، ولأنه هم عندهم تجربة مريرة مع مصر،
فهو لما مر أحد الصحفيين سأل السيد عبد الرحمن: يا أخي نحن أنتوا ليش تكرهونا وما عايزيننا، والإنجليز يعني ناس كفار؟ قال لي: يا أخي السيد الإنجليزي قال لي جاء أنا على حصان مصري وعلى أنا. فهي دي المهم إلى أن جاء الاستقلال. فكان الناس مكسومين اثنين. المهدية أيضا في الآخر دخلت في صراعات محلية، في قبائل استمرت فيها وفي قبائل واجهتها. القبائل اللي تضرت من المهدية صارت اتحادية يعني. لكن سنة 1924 حدثت بعد ثورة 19 في مصر، كانت في فرقة سودانية عملوها الإنجليز، وفي فرقة مصرية وفرقة إنجليزية، فدول تواصلوا معهم وزي اتفقوا في بيانات والعسكر إنه يثوروا على الحاكم دفع الخرطوم ويطردوهم. طبعا مساكين عساكر ما عندهم فكرة عن الإمبراطورية ولا عن السياسة ولا عن إنه ملك مصر ذاته خاطع للناس. فلما ساروا وانقلب السودانيين على البريطانيين، جاءت الأوامر للفرقة المصرية تطلع من القصة دي، من مصر طبعا تطلعوا. كان من ضمن السوار هذول ضابط اسمه عبد الله خليل صغير، فقبض عليه وفي حكم على جماعة بالإعدام، وده حكم عليه بالسجن. وفي أثناء السجن عواطفه تغيرت يعني من مصرية إلى استقلال، أو فكذلك كانت بداية الأحزاب السياسية إلى آخره. المهم في المدرسة الوسطى جاء مارا بالقطار الرجل الثاني في الحركة الاتحادية بعد أزهر طوال اسمه محمد نور الدين. فجاء الخبر فذهبنا لاستقباله في القطار ومسك القطار وتكلم معنا وبعدين مسك الذكر اسمه محمد سعيد، محمد حسن محمد سعيد، فكان يقول: لبيك وادي النيل لبيك، تاج الفاروق معقود عليك. ونحن نردد لبيك وادي النيل. بعد بسنة حصل انقلاب نجيب، نفس القطار في مصر 1952. الحرس اللي كانوا حارسين الملك طبعا سرحوه وجا السودان، فجاءوا في القطار يهتفوا تصوت تصوت وحدة وادي النيل. فالكرنس يعني متضاربة في لكن هي أسهمت كثير يعني. شندي كانت تفور بالاتجاهات السياسية، تفور بال، وكانت من أوائل البلاد اللي الحزب الشيوعي وجد فيها أرضية، لأنه ناس القصة كلها الإنجليز، بيكره الإنجليز أكثرهم بيشوهم ووزعوا نشرات. فأنا أذكر مثلا، وبعدين نحن كنا مدفوعين شعارين بأن التعليم ده حاجة مهمة جدا، ما في طريقة تخلص السوداني إلا بالتعليم. فأنا أذكر ثلاثة أو أربعة من المدرسين اللي درسوني في المنطقة في المدرسة الوسطى، وكل واحد كان له إسهام. فأذكر مثلا هذول اللي أثروا فيك يعني، أيوة، مدرس اللغة العربية والإنجليزي والدين الإسلامي. مدرس الدين الإسلامي اسمه أستاذ بكري الزين، درس في الأزهر ومن أهل أم درمان، ودرس في الأزهر يعني كان بيبتسم ويعامل معاملة طيبة جدا. نحن عندنا هناك رجل الدين صارم، ما يعني إذا بالكثير يبتسم، لكن في الدنيا هذه وعنده، وإذا غلط البسطونة والصوت جاهز. فكان بالنسبة لنا يعني حاجة جديدة وكده، وفعلا حبب لنا حكاية الديانة الإسلامية والكتب المكتوبة.
مدرس اللغة العربية مصطفى محمد صالح الأمير محمد نور كان ممتاز، وكان يعني سهل لنا حكاية الإعراب والنحو بدرجة لا يمكن تصورها. خلاكم تحبوا اللغة العربية خالص، لأن ذي كانوا أصعب حاجة. ويعني أنا أتذكر حتى لما بقيت أحفظ صور القرآن كان أحفظ مع يعني أنا بقرأ فيها ومعها الإعراب طوالي. فأنا كنت بأخذ الجائزة تحت الديانة الإسلامية واللغة العربية، وكان بتطلع في مصر كتاب الهلال وروايات جورج زيدان شهريا، تطلع من هناك تصل شندي. أنا أقليتني أدرى تلقفوها اتلقفها. وأذكر أنه في السنة الثالثة لعنه أهداني كتاب بتاع طه حسين، كنا معجبين بتاع حسين. طه حسين هذا الكتاب الأول والثاني نقرأه ونحفظه في نفس الوقت. اسمه المعذبون في الأرض، وفيه فعلا إرهاصات بالتغيير اللي حصل في مصر، لكن أيضا فيه ريفلكشن بتاع البؤساء بتاع فيكتور هوغو. أيوة يعني في وقتها ما 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 كأنه تأثر به. بتأثر به نعم. لكن أتذكر معزوم في الأرض مصطفى محمد صالح كان في الجائزة بتاعت الإنجليزي أخذت داني كتاب اسمه لورنا ذا دون، اللي هي لورنا اسم بيت والدون هو عبارة عن الديرز بتاعت ليدز طبعا، لكن زمان ده لكن المهم. وكان متحمس جدا إنه يعلمني الإنجليزي، ودرسنا شكسبير بالزايد ودرسنا الروايات القديمة هذه، وفي نفس الوقت كان سياسي واضح، كان من ضمن الأشياء على نو سيبريشن، بدأت بوادر الانفصال في الجنوب، نو سيبريشن إن ون نيشن داون داون كولونيزيشن. طبعا في السودان إيش توجهه؟ كان عروبي قومي؟ لا 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 كان شيوعي. شيوعي لأنه انتهى عضو في اللجنة المركزية تحت الحزب الشيوعي. داون داون كولونيزيشن طبعا في السودان ما كان كولونيزيشن، كان إمبرياليزم، لكن كلمة إمبرياليزم ذاتها ما جات نواصل، لكن المهم امتلأنا بهذه الأفكار المختلفة وكذا في المدرسة الوسطى. من أغرب الحاجات اللي حصلت في المدرسة الوسطى مثلا الأمين محمد نور كان يجتهد يرفع مستوانا في اللغة العربية وفي الإعراب وكذا. في بيت درسنا ياهو سألنا فيه في الوسطى، جانا في نهاية الثانوية في امتحان كامبريدج، وقد فتق النيروز في غسق الدجا أو إلى ورد كن بالأمس نوما، تشرح وتعرف. بعد 6 سنين واجهنا في المدرسة في نهاية الثانوي، جانا البيت نفس البيت. ففعلا نحن لما جينا من الوسطى للثانوي ما لقينا، كنتم متمكنين يعني متمكنين. وفي الرياضيات ما أسكت، الرياضيات اللي درسناها في الوسطى هي اللي درسناها في الثانوي، بس الفرق انه هذه بالانجليزي وتلك كانت بالعربي. الثانويه بالانجليزي؟ ايوه الثانويه كانت بالانجليزي واغلب الاساتذه كانوا انجليزي، ولذلك انا اذكر في الهندسه وفي غير ما كنت بذاكر، لانه بذكر اللي درسته في الوسطى. وفي الناس كانوا يذاكروا في الرياضيات وفي اللغه العربيه، وانا كنت عارفه من الوسطى. لذلك في المدرسه كرست اقرا قراءه عامه في المكتبه، يعني اكاد اكون قرات 3/4 المكتبه. شيل والثانوية أيضا كانت في شندي؟ لا لا الثانوية كانت في حتى اسمه وادي سيدنا، وادي معناها نهر صغير جدول جاي، وده كبير وادي، وده غرب درمان ب 20-30 كيلو. وانت انتقلت إليها عشان المدرسة ولا الأهل انتقلوا؟ ما في الأهالي ما زالوا في الجزيرة. الإنجليز
عندهم أربعة ثانوية عملوا بعد الوسطى الثانوي. الثانوي هذه السودان الشمالي فيه ثلاثة والجنوب واحد. في وادي سيدنا غرب من درمان بثلاثين كيلو بلدة صغيرة عملوها زي كامبريدج أوكسفورد داخلية؟ داخلية كبيرة جدا، فيها رياضية، فيها رياضة بدنية، فيها جمعيات، فيها ديبيتينج سوسايتي. يعني هذا تقريبا في سنة 1954 لما انت انتقلت الى الثانوية. ايوه وكانت مدرسة متميزة، لكن تاخذ من شمال خرطوم الى حلفة. فالناس كل منطقة من حولها يذهبون اليها. هذه الشمال، الوسط حنتوب، الغرب خور طقت، خور وادي نفس المعنى بس في الغرب بيقولوا خور، في الجنوب رومبيك. ده كل التعليم في السودان، وكل فصل 30 30 30، ده 30 في 2 30 في 3 على حسب الفصول. نتكلم عن وادي سيدنا شوية، لكن قبل ما نتكلم عن حنتوب. حنتوب هي الوسط، وكان فيها الناظر كان مستر براون، هو اللي بيجي في الطابور، هو اللي رياضة شديدة والسباحة. فأي طالب في حنتوب علموه كيف يسبح النيل من الشاطئ إلى الآخر. هل كان النظام التعليمي فيها امتداد للتعليم في بريطانيا ولا حاجة هم ابتدعوها للسودان؟ لا، هو لو قريت النظام التعليمي الفرنسي والدتش والإنجليزي كل واحد كان النظام التعليمي مهمته يجيب صغار الموظفين عشان يغذوا الإدارة بتاعتهم. لكن ما بنفس المستوى الموجود هنا، يعني ما هو تعليم كبير، لكن تعليم يفي بالحاجة، يفي الحاجة، لغة إنجليزية قوية كده كده، وبعدين يرفعك من مستوى الناس العاديين عشان تحس بأنك أنت حاجة مهمة جدا. يعني هو ما كانوش عاملينها لسواد عيون السلاميين، عاوزين يخرجوا من يتمكنون من الاعتماد عليهم. أيوة، وبعدين هذا النظام، هذه الطريقة هي اللي عملوها الفرنسيين في كل مستعمراتهم، وعملوها الهولنديين في مستعمراتهم بنفس المستوى بنفس الهدف. هذه حنتوب نشأ فيها طبعا حزب شيوعي، الرجل الثاني في الحزب الشيوعي السوداني نقد كان منها، حسن الترابي كان منها، الحزب الشيوعي بتاع عدن ولي هناك واستلم السلطة قبل أن يستلموها أهل السودان في عدن. الحزب الشيوعي كان ولد في حنتوب. هذه كانوا يجيبوا بعض ناس من البلاد العربية يدرسون هناك، يعني هي كأنها نخب فيها، نخب سواء إسلامية أو شيوعية. في وادي سيدنا كان بيجونا أبناء الشمال. في وادي سيدنا كان في مستر لانك، ثم بعد نحن لما جينا كان مستر لانك مش المعاش، جاء سوداني بدر. المدارس هذه داخلية، جرس للفطور في حوادث معينة حصلت، يعني تديك جوا المدرسة. الرياضة هذه أي طالب لازم يكون عنده حاجة يقدمها رياضة، يعني إما القفز السريع، إما العدو، إما سباق الضاحية كما يسموه، الباسكتبول، بوليبول كده. القوانين بتاعت الداخليات بتقول إنه ممنوع إنك تجيب الخمر في الداخلية، والناس يمشوا الإجازات. نحن كان عندنا كل داخلية على رأسها معلم وتحته اثنين. نحن كان على رأسنا الشيخ مصطفى، كان من أبناء المجاديب، أسرة صوفية كبيرة جدا، وعنده الدين والعلم قريب على الضرع حاليا. يعني هذا إيش مسؤوليته؟ مسؤول عن السكن؟ السكن.
والديسيبلين، ودرسنا العربي والدين. يعني بالإضافة إلى مهمته التعليمية عنده مهام إدارية. وبعدين الناس اللي بيمشوا مصر معلمين الدين بيجون شوية يعني خفيفين. هو سوداني 300%، وعنده سخانة وفتحي، فبيمشي شايل الصمت هذه. لذلك نحن كنا منتهى الانضباط في الداخلية، والاستاف كانوا زي 30، نصهم انجليز و10% ولا كذا مصريين، و15% هنود، والسودانية البقية. ويمكن الانجليز اكثر من 50%. ففي العادة يعني بناخذ اجازة صيفية، والكريسماس بريك دي هم بيشوا بريطانيا والبلاد، لكن وقت الكريسماس بيكون في اجازة، اجازة زي 25 يوم ولا كده. فدي ابناء السنة الرابعة بيخلون يبقوا في الداخلية وكده، لان هذه السنة النهائية حتى يدرسوا. يدرس الباقيين بيمشوا اهل. فمرة نحن كنا في سنة أولى، مرة في المدرسة في الأدراج بيفتشوكم عشان يشوفوا إذا ما تكون عندك حاجة، ومرة لقوا كتاب محمد غض شبهات حول الإسلام. مين جايبه؟ من اللي جابه؟ محمد صالح عمر كان في السنة النهائية، ولقوه فقامت اجتمعوا وقعدوا وكذا. تهمة زي هذه ترفدك. فقالوا يعني هو كان محظور؟ كان محظور. فقالوا يا أخي الامتحانات تضل لها 3 شهور أو شهرين، ده شهر 12. إذا فصلناه في منافسة شديدة بين حنتوب وادي سيدنا وطقت. كم كل سنة يعدوا كم جريد 1؟ نحن كنا نمتحن كامبريدج عديل كامبريدج. فحنق هو طالب نبيه حيجيب جريد 1، حنقلل فاتركوا ازروه تركوه. هو كان من الاخوان؟ ايوه هو كان من الاخوان. ونحن كلنا ما كان في 4 فصول في 30 ب120، نحن عددنا ما يزيد على 20. وعددنا هذا لما دخلنا تعرفنا بأنه حركة إسلامية، الطلبة جن عدد كبير زيته. وحصل شنو؟ أنت متى تعرفت على هذا التيار الإسلامي؟ في السنة الأولى، لكن عايز أقول في السنة الأولى ثانوي. أيوة. فأنزروا وخلوه. بعد ذاك مرة في الداخليات هذه في أثناء الناي، في واحد من أبناء درمان لقوا عنده خمرة أوروبية ويسكي ولا غير مهم. فجوا طوالي عمل اجتماع، جوا الإنجليز والناظر بتاعنا وكذا. فيلا يعني كيف ده يكون عنده خمر وكده ونايو؟ برضو في لنا زي 3 شهور للجزء. طبعا الشيخ أحمد كان هو المسؤول بتاع النايو. طوالي بدأ الكلام الناظر قال نفصله الإنجليز واحد قال ده بهيبير بطال ونفصله. بعدين الهنود قالوا كلام، بعدين سألوا قالوا الشيخ أحمد رأيك شنو؟ ما في زور إلا متأكد إنه الشيخ أحمد بصعوبته في الدين والديسيبلين ولا إلا يقول له شنو. قال له عايزين ترفدوا ليه يا منافقين؟ هذه بضاعتكم أنت يا حضرة الناظر، مش بتشرب الخمر؟ الناظر دنقر. أنت يا مستر سميث ما بتشرب الخمر؟ أنت يا مستر بوسوال ما بتشرب الخمر؟ مسك الإنجليز واحد كلكم تشربون الخمر، إيش
دم هذا نتاج تربيتكم، ليش تزعل؟ فقلب الطاولة عليهم وما في واحد يستطيع يقول، ومسك الهنود كلكم تشربوا الخمر، ليش تعزين؟ فطوال الجماعة غيروا الفصل، قالوا ينذر ويجلد. فلما انتهى الاجتماع الطالب كان بيستمع، وطبعا لو فصلوه في الشهور يعني معناها ما في شهادة، يعني انتهى مستقبله. فلما جاء شيخ أحمد ماري سلم على فراسه. لكن ده الجو اللي كان موجود يعني في ديسيبلين وكده، لكن أوروبي يعني. المهم أيضا من ضمن الأشياء اللي وجدناها في ورثتنا، أولاد الشمال في مدرسة مرقوليد كانوا شطار جدا في الرياضيات، يعني يمكن لما نقول الشمال نقصد نقول يعني محتمل جدا يتعبوا في الإنجليزي في العربي، لكن الرياضيات هذه أهم قرضة. ما أذكر تاني، لكن بالنسبة لي أنا المدرسة الوسطى كانت أغنتني من كان أيضا في المسجد كان بيجتمع بين واحد اسمه مولانا الله يرحمه محمد أحمد محمد علي، ده من أوائل خريجين الآداب في الجامعة، كان بيدرس جغرافيا وكان بيصلي، يجي يصلي معانا الفجر ويصلي معانا المغرب. المدرسة فيها مسجد وعنده مؤذن، يعني كان يدرسكم؟ ما فصلنا ما كان بيدرس، كان بيدرس سلطان، كان بيدرس في المدرسة جغرافيا، ومعروف انه زول اخو مسلم من الاخوان المسلمين. اي لكن كان زول شاطر جدا ومهذب جدا ومتسامع جدا، ما في زول بتكلم فيه بس معروف عنه. ونحن نشوفه في الماء في صلاة الفجر وفي المغرب، فكان يقول لنا شوفوا يا أخواننا خلاص السودان الآن انتخب برلمان، وفي فترة بعد كم سنة بعد الإنجليز هيطلعوا، وأسهري فايز في الانتخابات هيكون هو رئيس السودان. المشكلة بتاعت السودان الآن جنوب السودان، لأول مرة واحد يكلمنا عن جنوب السودان، الإنجليز قفلوا الجنوب وخلوه بدون تعليم، كان صحيح. لو في إنسان عنده نخوة وطنية يذهب ويشتغل في الجنوب، حتى بأنه نرفع المدرس يذهب يدرس التاجر. فذاك أول كلام عن الجنوب، وأول كلام يشخص لنا القصة المواجهة. لكن الجنوب الجنوب بعدين نحن لما جينا في وادي سيدنا الناس اللي كانوا معاك في الوسطى، وفي الوسطى كان اوريدي يعني في اتجاهات. انا كان عندي صديقي من منطقه الجزيره اسمه مصطفى احمد علي، مدرسه وسطى كبيره جدا اسمها الكاملين، هذا كان بيجيه كل النشرات وبتاعت الحزب الشيوعي السوداني. هو كان متأثر بهم؟ أيوة متأثر به، وجيبه ونجي نتلاقى في الإجازة ونقرأها سوا ونتفكر فيها، وأسماؤنا الحركية يعني. أنا كان عندي كنت بسمع من المدرسة ولا غيره، الجو كان جو يساري شيوعي وكده، لكن كان عندي كمان ابن خالتي وجاري كان متأثر بالحزب الشيوعي الصيني، وكان يجيب لي كل الكتب اللي كانت قبل الثورة الصينية. يعني هو الحزب الشيوعي فيه شيوعي روسي وفيه شيوعي صيني. يعني الكتب بتاعت ماكسيم جوركي وغيره كنا نقراها نحن في الوسطى، والكتب بتاع الجماعة بتاع الحزب الشيوعي الأوائل في 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 الصين. الجماعة كان طبعا من أوائل حياة العمل كان محرم الأفيون،
كان الإدمان ده كبير جدا. فكان في واحد عضو لجنة مركزية وقالوا له أنت ممكن تكون عضو لجنة مركزية, فخدت نفسه في جزيرة مرض عليه كل أمراض الوزدرول سيمتون بتاعت الإدمان إلى أن شفي. إلى أن شفي. بعدين التفرقة العنصرية بتاع جنوب أفريقيا, كرايزي ماي بلودد كنتري, كتاب برضو قريناه ونحن في الوسطين جينا قريناه بسوء, لكن ما كنا عارفين ما له معنى إلا يمكن في السنة وجانا واحد أبيض من جنوب أفريقيا طرده وشرح لنا المعنى بتاع كرايزي. طيب خلينا ناخد بريك استراحة قصيرة ثم تحكي لي عنه. إذا أنت كان متاح لديك قراءات من مختلف التيارات لكن يبدو أنها ما كانت تؤثر فيك لأنك أنت ما تحولتش إلى الشيوعية أو ما تأثرتش بالشيوعية, أنا عاوز أسألك عن كيف, ما الذي جذبك إلى التيار الإسلامي؟ لكن قبل ذلك كنت تحكي لي عن قصة الشخص اللي جاء من جنوب أفريقيا وشرح لكم الأوضاع هناك, هل كان رافضاً للوضع العنصري رغم أنه أبيض؟ هو رافض لأنه تزوج واحدة دكتورة من أصل آسيوي. ما أصل الإنجليز عندما حكموا جنوب أفريقيا وماليزيا والبلاد الآسيوية ثارت عليهم أظن أندونيسيا وماليزيا, فلما ثارت أحمد الثورة وأخذوا كل الرؤساء المسلمين عمد ومشايخ القيادة وهجرهم إلى جنوب أفريقيا. فأنت عندما تمشي جنوب أفريقيا تلقى هنود وآسيويين وبيض, فديل كان يعني الأبرسايدة التفرقة ما ممكن تزوج منه ونوته زي اللي بيحصل في أمريكا. هم كانوا أربع أصناف, البيض وبعدين بيجوا الهنود أو ما بعدهم في المستوى, ثم الملونون, ثم السود. فهو شرح علينا يعني إنه ولكن إحنا فهمناه هوايته درجة تانية لكن ما بالتفصيل اللي عرفناه فيما بعد. هاي الفترة اللي أنت كنت فيها بالثانوي و يعني جذبك التيار الإسلامي, هاي الفترة نفسها اللي كان الإخوان فيها في مصر قد ضربوا ضربة قوية جدا من قبل عبد الناصر في بداية قبل ما يضربوا في المدة هذه. نحن نسمع عن الإخوان يوسف طلعت والمجاهدين في القناة ديل واحد واحد لأنه أيضا حرب ضد الإنجليز. مصر ما كان يعجبنا في أشياء غير ديل لأنه نحن كان مشكلتنا الإنجليز وديل كانوا بحرب الإنجليز, لأنه الصوفية ما لأن الفراغ الديني قراءة القرآن والعلم ما كنا محتاجين لنا, لكن كان المشكلة هي كيف يخرج الإنجليز من السودان ودي كانوا بمثلوا قمة. فكل ما يكون في مقاومة للإنجليز في مكان كانت هذه تعجبكم؟ تعجبنا. لما جينا في السنة الأولى في أوائل الشهر الأول أصحابي من شندي وكده جو طبيعي الناس مع جفة الديمقراطية, لكن أنا قبلها كنت بلاقي يعني صاحبي هذا من المدرسة من الوسطى وكان عنده نشرات الحزب الشيوعي, فللصدفة بدل ما يقبلوه في حانتو قبلوه في هدسيرنا, فجينا للمدرسة الثانوية سويا. جئتم معا في الطريق تكلمنا في مدارس في كده في أخوان مسلمين في شيوعيين في كده شيوعيين كثرت ما درسنا ما they are not interested بالنسبة لنا. فضلت حكاية الأخوان ديل والبقاتل في القناة وكده تكلمنا فيها, اتفقنا احنا الاثنين يا أخي نحن أبناء أسر فقيرة ما عندنا وقت للتنظيمات ولا للأحزاب, نحن نمشي نكون مستقلين محايدين واتفقنا على ذلك.
وجينا في الشهر الأول اتصل بنا جونا السند اتصلوا بنا عشان ندخل الجبهة الديمقراطية. احنا عهدي مع هذا وطبعا زعلوا مني جدا لأني كنت يعني زول ناشط وكده. بعد ذلك جاء اتصل بينا ابن الراجل حاج أحمد اللي درسنا القرآن من نيجيريا في الخلوة. في الخلوة كان في رابعة ونحن في أولى في المدرسة الثانوية الثانوية. وجاء يوم ناداني أنا وصاحبي هذا وتكلم معانا تكلم غاية نص الليل وبعدين اتفرقنا هنا للداخلية ورقدنا كده. قام قال لي يا أخي ده كلام يأثر في الصخرة ده مصطفى. أنا قلت لي يا أخي إحنا خير نكون زي ما قلنا ونبعد من القصد. قال لي الأمين ده كلام بيأثر في الصخرة. وتناقشنا لآخر الليل. تاني يوم اتفقنا إنه إحنا ندخل تنظيم الحركة الإسلامية لمدة شهر عشان على الأقل يعني جربوا وبعدين نريحه هو كصديق وبعد شهر نطلع. واتفقنا والشهر للآن ما تم. الشهر صار مؤبد. الشهر مؤبد. هو أصلا الإخوان كيف جاءوا إلى السودان؟ متى جاءوا إلى السودان؟ أصله أيام الاستعمار إذا أنت مصري أو بريطاني ما بتحتاج لفيزا للسودان. فكان في مصري يدخلوا ولكن في عليه ريستريكشن يعني. فلما بداية الاتحاد في مصر كانوا الناس يهربوا يركبوا بين السودان ما في طائرات في ستيمر في قطار في اسمها سفينة النيل ما بين أسوان وحلفة. يركبوا الليلة في أسوان ثاني يوم زحل. أول ما السفينة تدخل حدود السودان الإنسان عن أنا من الإخوان المسلمين وحصل فهربوا كلهم بالطريقة زي دي. لما اضطهدوا في مصر لجأوا إلى السودان. في ناس طلاب زي ناس الأخ صادق عبد الله عبد الماجد وفي ناس تانين كانوا بيدرسوا في مصر دخلوا في انضموا إلى الإخوان في مصر. لكن جزء منهم كبير جدا جو هاربين بالاختزاء فسمعوا الناس طبعا بالله. نحن في السنة الأولى هذه بعد ما دخلنا ومشينا الداخليات حصلت القصة ما بين الإخوان وكانت تزاع من 54 المحاكمات كانت تزاع يوميا في راديو كبير جدا في كاميرون ونجينا نقول اسمه يعني كلام اسمه أخو صلاح سالم اللي بتاع المحاكمة اسمه كده سالم وقلة أدبه وبعد هو أظن قيل إنه شوية من هاي أنت إيه يلا أقرأ لي الحمد من بالمقلوب يعني طلب منه يقرأ الفاتحة بالعكس بالعكس. فنحن يعني ما أول حاجة يا دوب نحن جربنا الحرية وفي بيئة دينية ما تقبل هذا الكلام فيعني دي أثرت فينا محاكمات الإخوان فينا. وبعدين الناس زي يوسف طلعت هذا الجيش البريطاني جرى وراه طول عمره عشان حصل ما قدر قبضوا له الضباط الأحرار. بعدين جوا الناس يحكوا سلاح الثورة كان مخزن عند الإخوان لما يعني عبد الناصر انقلب عليهم قال للشرطة فتشوا بسلاح جابوا السلاح وعرضه جابته المصور قالوا هذا السلاح اللي كانوا حيضربوه. فيعني كانت يعني افترى عليهم الشعبيا أكثر حاجة ما حببت الناس الضباط الأحرار. الناس كانوا يحبوا نجيب ونجيب أول حاجة كان أكبر سنا وعمل في السودان زيادة على أمه السودانية لكن أمه السودانية أيوة. بعدين الضباط الأحرار اللي مستمروا وخلاص يعني قرروا هناك
فتشوا شخصية كبيرة من الضباط تكون على رأس القمة هذه احتموا بها. فنجيب ده يوم مشى يوم الانقلاب مشى عديل وفاز في الانتخابات بتاعت نادي القوات المسلحة عكس من اللي كان يرشحه القصر. فمشهور بالشجاعة وأحبوه أهل السودان. بعدين نجيب بالنسبة للسودان حل عقدة كانت المفاوضات البريطانية تضحك عليها المصريين. السودان مستقبل السودان يجوا يقولوا من سنة 36 لما يجوا الإنجليز يقولوا مستقبل السودان يقرروا أهل السودان. المصريين يقولوا لا حق الفتح. يسأل السودان يقولوا ما حق الفتح. نحن عايزين نقرر خلاص تنتهي حق الفتح حق الفتح لغاية ما جاءت الثورة المصرية. بعدين كانوا مفرقين. نجيب جاء بالأول أحزاب اللي عايزة الوحدة مع مصر. خمسة ولا ستة اتجاهات متضغطة متفرقة. فجاء وقال لهم أنا عايزكم تتبعوا على كلمة واحدة ولو علي أي أنا محمد نجيب أمشوا. فاتفقوا إنه دون حق تغيير المصير دي ما يستطيع الإنجليزي يعني. هو حد وجاء بالأحزاب الاستقلالية ناس المادي والعندو والناي حق تغيير المصير خلاص. فالإنجليز سقط الأمر في دون ما استطاعوا يقولوا لا لأنه دي اللي هم كانوا يقولوا 20-30 سنة لما يجيبوا مستقبل السودان يقولوا حق تغيير المصير مدي للسودان يقولوا لا عايزين حق الفتح حق الفتح خد على الفتح. الشيء الثاني لما جاء البرلمان وجاء الأزهري وكده الكلام بتاع يفتكروا انه يعني اول حاجة مصر والسودان ما حاجة واحدة واصبح دايرين ضمانات. فأزهري قال الوحدة تكون بانه كل بلد يكون عندها برلمان الخاص لكن الجيش والخارجية يكون واحد يعني زي وحدة فدرالية. أي. دي هيجت صلاح سالم وكان عنده الإعلام بتاع ركن السودان اللي هو زعم شتم وأسهل إذا شتيمة وأتعب وتعب. الناس بعد اللي حصل لأخوة مصر لا خافوا إنه إذا كان دي المصريين بيحصل له وكده نحن ممكن يحصل له نفس الشيء. ونص الناس أصلا كانوا اتحاديين ونص كانوا استقلاليين. فصارت النزعة نحو الاستغلال في الحزب الاتحادي وده هنا فتح عليه نار. من الأسباب التمرد في الجنوب كان الراديو بتاع صلاح سالم. ولما جاء القاضي كان فلسطيني قاضي محكم عليا كتب الريبورت كتب ما كان يقول الراديو صوت السودان أو ركن السودان كيف هيج. والجنوبي ما عارف عن الشمال. فقال لهم إذا مشيت وحيد بحكم صدوا ده سبب التمرد. فأسهل قال لي يا أخي أحذف هذه من التقرير ما ورد في التقرير. أورد كل الحاجات الكنائس والتعليم والإنجليز لكن هذه حذفها. شايف يعني في الرغم من أنه أزوه يعني فعلا أزوه يعني 55 التمرد في جوا بدأ وشهر 12 كان البرلمان بالاستقلال. فهذه عززت الحكايه يعني هي اسقطت الوحده عززت النعره الانفصاليه بعد ذاك ايضا لما الثوره عزلت محمد نجيب كانت يعني كانت القاسمه قاسمه في وزير الري اسمه خضر وزير الري ده من الحزب الاتحادي وزير الري وذهب يفاوض المصريين في قضية مياه النيل. كان شايل معاه قصيدة عملها شاعر سوداني عن نجيب اسمه إلى نجيب في عليائه. ومن ضمنه أقول الثورة الحمقاء كنت زمامها من كل شائبة وكنت إمامة أخذت من اسمك اسمها وروحها
المهم متكلم عن ثورة يعني كان بيمدح في نجيب كان بيمدح في نجيب كانت رحمة وحنان وكانوا قد انقلبوا عليه أيوة كانوا فدي كانت نقطة من أهم النقاط اللي ضيعت الوحدة في الأوضة اللي هو نازل فيها في مصر هي الاتفاقات يعني النيل ما تعرف المخابرات المصرية فتشت وطلقت القصيدة دي غامت الدنيا وقعدت كيف زول يعني من الاتحاد من الحكومة السودانية يتكلم عن نجيب وانقطعت بعد ذلك أزاعت هنا من درمان على نسيم ما يقول فكان في تعاطف شديد مع نجيب ونجيب في وصيته قال إنه إذا ما جيت في السودان لكن طبعا ما شافوا الحكاية تومتش كثيرة ولذلك كان في تعاطف والناس كانوا يمشي يطلبوا زيروه وهو معتقل الناس العادية اللي بتاجروا بيسافروا فدي كلها وحكايات إنه لازم يكون في نظام برلماني بين الاثنين دي بعد ذاك ثبتت يعني شعر بانه دي أقل حاجة المهم يعني دي الأشياء اللي كانت بتدور في الأوفي طيب نرجع للثانوية في الثانوية لما حصل محاكمة الإخوان كان هذا عكس في السودان وتعاطف معهم بالذات القطاع يمكن هذا اللي أدى أعطى زخم لتنظيم الإخوان في السودان أي التنظيم كان صغير لكن أداه زخم ولما أعدم الإخوان في مصر صلى عليهم البرلمان السوداني صلاة الغائب ودي كانت بالنسبة للثورة المصرية قاصفة الظهر ما قادرين يصدقوا يعني ده الحزب الاتحاد يفاز بالاتحاد ومدوه بأموال كثيرة جدا يصل لحد لأنه ولكن الناس كانوا متعاطفين شعر بأن زين الناس مسلمين وظلموا كده بالمناسبة البرلمان السوداني ذاك صلى صلاة الغائب على الناس اللي أعدموا عبد الناصر وسنة 65 صلوا صلاة الغائب بالرغم من أنه البرلمان فيه شيوعيين لكن يسحبوا صلاة الغائب على سيد قطب على سيد قطب رحمة الله عليه يبدو لي أنه ربما السودان لم يتأثر بالدعاية الناصرية كما تأثرت دول عربية أخرى يعني مثلا دول عربية أخرى زي الأردن فلسطين سوريا دول الخليج عبد الناصر كان له شعبية هائلة بينما السودان لأنهم عارفين الوضع وعايشين وفي ناس عايشوا في مصر ما 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 ما, ما النصرية ما أخذ الزخم يعني الزخم جاءها لما الناصر اتجه يسارا ويعني بعد 65 وجاءت بسبب الرصيد اليساري الموجود لكن الناس العادية ما حصل الشعبية اللي توجدت في البلاد العربية الثانية الآن الثانوية أنهيت الثانوية تقريبا في 57-58 وفي الثانوي أيضا من ضمن الأشياء الأستاذ اللي كان يكلمنا عنه لابد من نسب للجنوب وكذا وكذا ذهب للجنوب وصار مدرس في جنوب السودان اللي هو أستاذ الجغرافيا أيوة مولانا محمد أحمد علي وهو أخذ مجموعة من الطلاب الجنوبيين جايبون الشمال ويحكي عن الشمال عكس ما هم سمعوا فجوا معاه في الطريق قام التمرد تاع 55 وهم في الغابة هاجموه المتمردين وقتلوه بالحراب لا حول ولا قوة وقتلوا معاه الناظر اسمه النزير قتلوا الناظر والاثنين ديل أمام زوجة الناظر وطفله فكانت بالنسبة لنا شوك كبير جدا وجاءوا في نفس الوقت في مدينة في جنوب السودان ما فيها غير التجار يعني ما فيها جندي ولا فيها بوليس ولا فيها أبيد الشمالين عن آخرهم اسمها توريت وهذه تجار من منطقة اسمها بودوم قريب من الخرطوم
وفيها ناس متزوجين جنوبيات. لذلك وقتها عبد اللطيف عامل قصيدة طويلة اسمها توريتو يا وكر الخديعة والدمي، قصيدة طويلة. لكن الشاهد إنه أصبح الحركة عندها شخص واضح وظاهر وراح في قصة توريت هذه، يعني أصبح رمزا وأصبح بالنسبة للحركة الإسلامية في موجع من قصة، وفي موجع من صلاح سالم، هم لأنه هو الذي تسبب بالأزمة أصلا. أيوة يعني عارفين قصة عزل الجنوب، قانون المناطق المقفولة. لكن آخر ضربة جات من صلاح سالم، فأصبح يعني في قطعة القصة هذه كلها أثر. ونحن في الثانوي في البرامج الصيفية عندنا كطلاب مقسمين، مثلا منطقة الجزيرة هذه مقسومة شمال الجزيرة شمال مدني وجنوب مدني. شمال مدني كنا عندنا برنامج وفي رحلة واحدة في النهاية بتكون دائما في غابة، في غابة الغابة زي تقطعنا ونجلس. البرامج كان أساسا تعليم محومية، وبعد ما جاء الجنوبيين المهاجرين والشغل عمال في البناء الكتب هذه تحولت لأنه تعلم الجنوبيين اللغة العربية ما كانوا يعرفوها. يعني أنتم كنتوا طلاب تنتدبوا لتعليمهم. نحن في الإجازات كان جزء من برنامجنا نعلمه، ومحلة التعليم كان عبارة عن المساجد أو الزاوية الصغيرة وتكون فيها تختة والكتب. كان في كتب ما يسمى واحد علم واحد معمولة لتعليم الأمية، فنعطي كل واحد كتاب وندرسه. كان عندنا معاون يعني حاجات، فتعلمناها، تعلمنا معاملة الناس البسيطين. من كان ينظم هذه البرامج؟ التنظيم الإخوان. أيوة. لاش علاقة بالمدرسة هذه؟ لا لا لا، ده هذا في الإجازة الصيفية. لكن يعني زي ما تقول وضعت أيدينا على أساس المشكلة. فمثلا كان عندنا مشكلة في الحرف، الحرف بس أنا أقول لك كوباية، أقول لك أيوة كوباية كوباية، شوباية شباك شباك، الكاف والشين حرف واحد في اللغة. لكن المهم جزء من النشاط الطلابي وانتهي. وهذا كل إجازة صيفية، كل إجازة كل مدرسية. إجازة صيفية. طبعا بعد الاستقلال كان اللي جاء في 56، نحن تقريبا في السنة النهائية، لكن طبعا قبلها في البرلمان شغال. يعني هو البرلمان كان موجودا أيام الإنجليز، أيام الإنجليز وجاء الاستقلال واستمر من البرلمان. أيضا من عبقرية أزهري الله يرحمه في الاتفاقية أنه يعمل استفتاء ويخير السودان بين الوحدة والاستقلال. فأزهري رأى أنه إذا عمل استفتاء بشق الجماهير هو خلاص هو حسم القصة، لكن في أقلية ما ظلت مصرة على الاتحاد. لذلك البرلمان في 19 ديسمبر أعلن أنه حيرسل خطاب لدولتي الحكم الثنائي بأنه يعطي السودان الاستقلال. الإنجليز يبدو كانوا مرحبين، والدولة المصرية فوجئت، لكن في الآخر يعني عرفوا أنه ما في طريقة، الوحدة خلاص راحت. فأرسلوا، جاء الإجابة من دولة الحكم الصناعي ما عندهم مانع إذا جاء القصة فجاء جاء القرار بالإجماع وبموافقة الجنوبيين، لأنه يوضع في نفس القرار أنه على أن تعطى
الولايات الجنوبية الحق في الحكم الفيدرالي. وهذا كان الاستقلال. كان الاستقلال. في يوم 1/1/56 أزهري رفع علم الاستقلال. طيب نتوقف هنا ونستأنف في المرة القادمة ما بعد الاستقلال السودان في المرحلة الجديدة إن شاء الله. إن شاء الله.